بضعة أيام وستشهد هذه القاعة حراكا نيابيا في الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية. على المنصب يتنافس 25 مرشحا أبرزهم صالح وزيباري. الأمين العام لمجلس النواب تحدث ليو تي في عن الإجراءات التي ستتبع في جلسة الاثنين المقبل. بالتأكيد هنالك قائمة ممكن نوزع القائمة مع جميع المرشحين على كل سادة النواب، وفي نفس الوقت راح يكون هناك فليكس أو شاشة تلفزيون واثنيناتهم ممكن لعرض الأسامي السادة المرشحين. آلية التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية ستكون بنفس الطريقة التي اعتمدت في الجلسة الأولى لاختيار رئاسة البرلمان، بالتصويت والفرز والعد اليدوي. من نجي على فرز الأصوات راح نبدأ، راح يكون هنالك فعلا سبورات ممكن 2-3-4. نبدأ أول اسم مثلا فلان، يكتبون اسمه مثلا رقمه، ثاني اسم منو، نشوف يعني ممكن أكو ناس ما يجيب صوت يعني هو ولا عنده تاريخ سياسي ولا، فخلي نشوف يعني إن شاء الله أكو مهيئين وحاسبين حساب كل الأمور بالدقة، وبكرة راح يكون عندنا اجتماع آخر حتى بالتفصيل يعني ندرس كل الجوانب هذه الأمور اللوجستية. وبحسب الدستور فإن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثقة أغلبية الثلثين من النواب، أي 220 صوتا. وفي حال تعذر الحصول على هذه الأغلبية وهو احتمال وارد بسبب الخلافات السياسية، فإن البرلمان سيلجأ إلى تنظيم جولة ثانية بين المتنافسين الحائزين أعلى الأصوات ليفوز أحدهما بالأغلبية. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في.